طيب دلوقتي الطريقة اللي انا كنت بقول عليها ان انت تقدر تموف دول especially ان انا كنت قافل السنابنج اقدر اموف الكيرفات دي في البوزيشن بتاعها المظبوط ان هو من هنا اموف ذم كده بس طبعا ده هيبقى بالحب خالص او ان انا اعمل ترانسفورم سيت اكس واي زد اقول له في الواي لان انا ده دايركشن واي اوكي واقوم فاتح السنابنج اوبشنز بتاعتي من هنا واقول له سناب عند الحتة دي فتلاقيه حطهم لي هنا. في اوبشن تالت ظريف ان انا اروح في الفرونت حاجة اسمها بروجكت اقول له بروجكت هيسقط لي الخط ده على السيرفس دي وبقول له ديليت انبوت عشان يمسح لي الاوريجينال من هنا يوديه لي هنا. دي كده التلات خطوات اللي بمشي بيهم خلاص. فبفضل اعمل كده في كل واحدة من الاليفيشنز بتاعتي بتريس وبروجكت اتريس وبروجكت و او بترانسفورم سيت اكس واي زد بودي كل خط في مكانه. طبعا انا بما اني قعدت اشتغلت وخلصت المبنى كله وانا لسه ما بسجلش التسجيل فاضي ف هقفل دول بقى دول اللي انا مش محتاجهم خالص حاليا وهوريكو اللي انا عملته بعد التريسنج يعني هي نفس البروسس بالظبط. فانا عملت تريسنج للاليفيشن دي وبعدين رحت خدت الخطوط عملت لهم بروجكت على الواجهه بتاعتهم وبعدين رحت ماسكها وقايل لهم كلهم تشينج اوبجكت لاير عشان كلهم يبقوا على اللاير دي وبعدين رحت طافي اللاير ورايح حاطط ال رايح في الفرونت وعامل تريس للواجهة وبعدين رحت قايل له مسكت الخطين ورحت قايل له بروجكت كده اهو واخترت السيرفس وقلت له ديليت انبوت فراح اعمل لهم بروجكشن فرحت رايح ماسك الخطين وقايل له تشينج اوبجكت لاير عشان يبقوا على كل اللاير بتاعت الواجهة. فكده الخط ده بقى على لو على لاير E2 اللي هي كورسبوندنت لي وبعدين بطفيها واروح افتح اللي بعدها وهكذا بفضل وبعدين بروجكت واحطهم على اللاير دي فلغايه ما يبقى عندكم كل الكيرفات بتاعه المشروع فوق وتحت اهو. يبقى لنا موضوع البلان اهو اللي هو في كيرفات برضو في البلان من التوب فيو اللي هم الحبه دول انتوا هتلاقوه في الصور هنا في شوية openings اهم فوق فاحنا هنختار الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة main openings السبعة main openings وتلاتة اربعة صغيرين. فانا رحت هنا عملت tracing لشوية openings منهم ازاي tracing الحاجات دي وتطلع closed كده عادي بروح هقفل snapping واروح امشي على الموضوع ده. طبعا انا بسناب واجي اقفل الخط فهيقفله. اللي منكم عايز يظبط الخط بيدوس F10